إذا الآن أتحول إلى مراسلنا أمير الخطيب الموجود في حي الشيخ جراح، ماذا يجري لديك أمير؟ نعم نجلاء، في هذه اللحظات التي نتواجد فيها هنا لتغطية ملف الشيخ جراح، سيارة أو مركبة فقدت السيطرة ودخلت في هذه النقطة التي ينصبها الاحتلال هنا لمنع دخول أي من المحتجين. هذه السيارة دخلت في مركبة الشرطة الإسرائيلية، وهناك إصابات. الآن يعتدون علينا. يطلبون منا الآن، يريدون إبعادنا تماما عن المنطقة، يعتدون على معداتنا في هذه اللحظات. هذه سيارة المياه العادمة، شكرا. يبعدون تماما عن المنطقة، أغلقت تماما أمام كل المتواجدين هنا، وتم منع الصحفيين من الاقتراب والكاميرات من الاقتراب إلى هذا المكان. الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال أطلقت النار نجلاء على قائد المركبة، ما شهدته كاميرا العربي في هذه اللحظات هي أن المركبة فقدت السيطرة تماما ودخلت في هذه النقطة العسكرية التي ينصبها الاحتلال. سيارة المياه العادمة وقوات معززة الآن تقترب إلى هذه المنطقة. طيب أمير، نحن نتابع معك، أنت الآن في موقع آمن للتصوير وأيضا للتعليق على ما أعتقد.